خليني أخذ رأي الأستاذ والكاتب والباحث الكبير الدكتور بهية الدين مرسي. دكتور بهية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ دكتور عمرو، هل تبعت هذا الكلام يا دكتور بهية؟ تبعت وتألمت الحقيقة دكتور عمرو، لأنه اسمح لي، المنظور الضيق اللي بينظر منه الشيخ عبد الله رشدي لهذا الرياضي، يعني أنت تركت كل أجزاء البدن وتركت المعنى الكامن وراء التريض والمعنى الكامن وراء البطولة والرياضة، ولم يلفت نظرك سوى الجزء الذكوري المتعلق بالعورة. يا أخي لا يعقل أن عينيك تسيب ده كله وتتأمل دقائق العورة. العورة دي على فكرة نية، يعني نية إظهار العورة دي هي المحاسب عليها، مش العورة في حد ذاتها كأعضاء والكلام ده كله. فأنا عايز أقول أنه من العار الحقيقة أن احنا ندخل المفاهيم الدينية أو نقترب بها إلى الجدلية الدائرة حول معنى الذكورية. الذكورية الحقيقة معذبة هذه الأطياف، خلينا نتكلم بصراحة، الأطياف التي لم تحترم مغزى العقل. العقل البشري، يعني قيمتنا كبشر يا دكتور عمرو في المكون الذهني العقلي، إذا كان على القوة الأسد عنده قوة، بس أنا متفوق عليه بقوة أخرى اللي هي قوة العقل اللي ممكن تأسره جوه قفص. يعني أنا لما أتصارع مع الأسد هيهزمني، بس هو بيهزمني بالقوة العضلية، لكن لما أحب أنا أأسره أنا هستخدم القوة العقلية والذهنية. يبقى المكون الإنساني ذاته الآدمي ينصب على القيمة العقلية والذهنية والإنسانية. ما ينفعش بقى أسيب ده كله واقعد أقول هناك عورة لهذا المتريض أو هذا البطل في أنه يعرضها على الناس. طيب ما هو البدن البشري في مجمله كده، لو لعب سباحة نفس الشيء، لو كرة قدم نفس الشيء. هي العبرة مش بما يحدث منه، العبرة بالعين التي تناظره. خبي عينك يا دكتور يا شيخ عبد الله رشدي بعيد عن مناطق العورة، حتى وإن كان ذهنيا ستتمتع بمعنى الرياضة والفوز، لأن الرياضة والفوز هنا ثراء أخلاقي. وده يمكن اللي شعر به الناس البسيطة دكتور بهي، يعني الناس اللي هي يعني فرحت لفوز هذا البطل الرياضي بجرامي وافتخرت به وبدأت حتى يعني تعبر عن سعادتها بحاجات بسيطة، يعني لما المحلات تعمل خصومات علشان يعني تحتفي بجرامي. شوف المسافة بين هذا الرأي اللي احنا كنا بنناقشه والمستوى الشعبي. أنا شفتها بعيني يا دكتور عمرو، صدقني يعني أنا لصيق بالشارع المصري وشفت المشاهد دي، مشاهد تعبر عن وإن كان البسطاء وحنصنفهم تعليميا أو غيره أو غيره، لكن بيضمهم مفهوم ثقافي واحد مبني على احترام الإنسانية والآدمية وتقييم الذات البشرية. كلهم احتفلوا بالفوز، كلهم فخروا بهذا الرياضي، كلهم تفاعلوا معاه كقيمة رياضية مش كبدن مثير للشهوات. الشهوة وإثارة الشهوة دي حالة مزاجية، يعني احنا كأطباء بنشوف الأبدان وبتتعامل معاه وبنخش غرفة العمليات ويتعرى البدن قدامنا. يا أخي غير منطقي إن أنا استدعي عنصر الشهوة وأنا بشتغل شغل على آدمية أصلح له مرض أو أستأصل جزء تعبان. لو إن الشهوة حاضرة معانا في كل خطوة وفي كل نظرة يتلف العالم. صحيح، الناس دي تعبانة وتعبت نفسها وبتتعبنا احنا معاها. رجاء ألا ننصت لهؤلاء. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث الدكتور بهية الدين مرسي، شكرا.